سلام وطمأنينة ويدوء لجميع مشاهدي أكسجين مع رامي. النهاردة هنتكلم على شيء مهم وهو الانتخابات الكندية الفيدرالية 2025 اللي بدأت من الآن. كل الناس منتظرة هذه الانتخابات على أساس أن مستنية تغييرات كتير في حياتها، ولكن هذه الانتخابات وصلت سخونتها مبكرا جدا. الآن مبكرا وصلت إلى قلب مدينة ميسيساغا اللي فيها معظم الجالية العربية والمصرية على الأخص، واللي فيها نزل مرشحين كنديين من أصول مصرية. والحقيقة والسؤال اللي احنا بنقوله اللي زادت هذه الانتخابات سخونة، ان هذين المرشحين نزلوا في نفس الدائرة الانتخابية، واللي أثارت جدل كتير ما بين الجالية المصرية والعربية وتساؤلات لم تنتهي هذا الآن لحد هذه اللحظة. وبنتكلم النهاردة مع المستشار ميلاد ميخائيل، مستشار الهجرة اللي مترشح لحزب المحافظين في نفس الدائرة اللي بيترشح فيها او اللي عايز يترشح فيها الأستاذ أندرو فهمي، برضو لحزب المحافظين عن دائرة إيرلمنز. تابعونا في هذه الحلقة الشيقة جدا. الأستاذ ميلاد ميخائيل، أهلا بحضرتك أستاذ ميلاد ميخائيل. أهلا بيك يا رامي، وأهلا بالضيوف اللطاف المشاهدين المحترمين اللي بيشاهدوا قناة أكسجين. أتشرف بيك. أشكرك جدا. قبل ما أخش في طي الأسئلة، أحب أن أنا أقدم الأستاذ ميلاد ميخائيل. هو مستشار هجرة معتمد، والحقيقة هو مع ماجستير في إدارة الأعمال وأكثر من دبلومة معتمدة من كندا في مجال الهجرة، وله باع طويل جدا جدا في خدمة الجالية المصرية والعربية، وعلى المستوى السياسي لي اسم معروف أيضا، وهو يعتبر لي باع في حزب المحافظين ومع القائد الحالي بيير بوليفر. وطبعا أنا كشاهد عيان شفت أمور كثيرة في خدمة المواطنين في الخفاء وفي العلن أيضا. أهلا بيك ميلاد في هذه الحلقة الساخنة جدا. شكرا جدا على المقدمة الكبيرة اللي أكبر مني بكتير. العفو العفو. طبعا قبل ما اتكلم على دائرة ميسيساغا هتكلم على دائرة كندا. كلنا منتظرين بفارغ الصبر انتخابات 2025، وبالاخص شهر اكتوبر 2025. ربنا يدينا الصبر سنة، اكتر من سنة ونص، علشان تتغير امور كتيرة في حياتنا. ارتفاع تكلفة المعيشة للكنديين، ارتفاع المورجيجز وصعوبة الحياة، اختفاء الامن والاستقرار اللي كان موجود قبل كده، وارتفاع نسبة الجرائم، الانحدار الأخلاقي وتحطيم بعض القيم العائلية مثل البارنتال تشويس والكنترول والحاجات دي كلها بتشريعات من الأخ جاستن ترودو. ونهيك عن عجب العجاب اللي بيحصل في كندا، تلاقي أبليكيشن أو تطبيق السفر اللي اتعمل في كوفيد حاجة بتكلف 80,000، سبحان الله، الحكومة تشتريها ب 54 مليون. أنا مش بتكلم على أي حاجة، ولا بتكلم إن جاستن ترودو الثروه بتاعته ارتفعت من 6 مليون بقت حاجات رهيبه، مش هقول عليها يا عم الاحسن الحسد، بس يعني انا ملياش دعوه، انا بتكلم على ان احنا مستنيين الانتخابات. وصلت سخونه هذه الانتخابات الى ان في ميسيساغا حزب المحافظين في دايره ايرن ميلز مولعه، والسبب ان ميلاد ميخائيل نزل في نفس الدائرة اللي هي إيرن ميلز اللي فيها المرشح الكندي من أصل مصري أندرو فهمي. وسؤالي ليك دايركت يا ميلاد، لماذا أقدمت على الترشح في هذه الدائرة اللي فيها مرشح كندي من أصول مصرية، واللي بيمثل بيكون متواجد أو بيمثل الجالية بتاعتنا في هذه المنطقة، وليه إنك أنت مش هسأل الجزء التاني، وبالأخص إن هو نزل الأول قبليك بشوية شهور، أو أعلن إن هو نزل قبليك بشهور. طيب بص يا رامي، هو الموضوع أكبر من إن اتنين مرشحين نازلين قدام بعض في دائرة. أولا يعني أنا عايز أوضح للناس وأوضح لك
ان الدائره دي فيها 11 مرشح من جاليات مختلفه. يعني عايز اقول لك في جاليه محترمه جدا ليها 3 مرشحين. الموضوع اكبر من كده، والموضوع الاهم ان احنا كمرشحين احنا بالضبط المفروض ان احنا بنعمل كل حاجه في توافق وتناغم مع الحزب اللي احنا بنمثله. يعني هو في الحقيقه انا كنت نازل في دائره مستاجا سنتر، ويمكن الناس كلها عارفه، واشتغلت فيها الشهور اللي فاتت، لكن للمصلحه العامه للحزب اللي هي اهم من مصلحه الفرد، كان لازم اسيب الدائره دي لمرشح تاني واتنقل على دائره تانية، وكان بمباركه من الحزب ان انا اتنقل على الدائره بتاعت ايرنالز. ده الموضوع ببساطه. يعني الموضوع في 11 مرشح، انا واحد من المرشحين ال 11، لكن في الاخر لو الموضوع يخص الجاليه ولو احنا مهتمين لازم هيكون في مرشح واحد من الجاليه بتاعتنا ومرشح واحد من كل جاليه. الموضوع هنا متوقف على حاجتين: اختيار الحزب للمرشحين، وفي نفس الوقت اختيار الجالية للمرشح اللي بيمثلها. للأسف احنا ما عندناش كرايتيريا لاختيار مرشح، ما عندناش دي، احنا دي محتاجينها وتكون بشكل واضح. لكن في الأول وفي الآخر انا عايز اقول لك لا انا عندي وقت اضيعه، ولا انا يعني خبرتي هتسمح لي ان انا هنزل في دايرة عشان حد تاني يخسر او عشان انا مكسبش. ده موضوع بعيد خالص عن الكلام ده. الموضوع هياخد شكل تاني في الفترة اللي جاية، لكن كل اللي بطلبه من الناس يعني اشتغلوا اعملوا العضويات بتاعتكم، لان الانتخابات اللي جاية دي ممكن تكون من اهم الانتخابات اللي بتمر بيها كندا في العصر الحديث. اعملوا العضويات، اختاروا افضل مرشح، اشتغلوا مع حزب المحافظين، مع بيير بوليف والناس اللي معاه، لان هو ده المستقبل اللي احنا عايزينه الفترة الجاية مع الناس دي. في الحقيقة يعني أشكرك أنك أنت وضحت، ومن ضمن النقط اللي أنت وضحتها أن الحزب حسب حزبته وبصورة ما يعني خلاك أو بارك نزولك في هذا الموضوع، مع أن دي ما كانش في تخطيطك، أنت كان في تخطيطك دائرة أخرى. هل هذا الكلام صحيح؟ بص عايز أقول لك حاجة، يعني هي من الحاجات الغريبة في الموضوع. يعني انت عارف انا ساكن في الدائره بتاعت ايرمينز بقالي 12 سنه او اكتر، لكن اللي حصل الفترات اللي فاتت او تحديدا في 2019 تركت الدائره دي اللي انا كنت ناوي انزل فيها اللي هي دائرتي لمرشح محترم جدا في وقتها كان هاني توفيلس، واتنقلت على الدائره بتاعت مساجا سنتر، وربنا وفق وهو كسب النومينيشن في ايرمينز، وانا كسبت النومينيشن في مساجا سنتر، وكان في الوقت ده معانا السياسيه المحترمه غادة ملك وكسبت في ستريتسفيل. فاللي انا عايز اقوله لك يعني ساعتها كان في تفضيل للكوميونتي ان هاني الاقدم والاكثر خبره في المجال السياسي من عندنا انه يكون موجود في الدائره دي. ففي الاول وفي الاخر الكوميونتي بتاعنا بيحكم الموضوع بشكل محترم جدا، ودي كلمة بشكل محترم جدا. يعني أنا بتوقع إن إحنا الفترة الجاية دي هيبقى فيه توافق أكتر وتناغم أكتر، لكن لازم كل الناس أيا كان اللي هتختاروه أيا كان اعمل العضوية فورا، لأن بتوقع نومينيشن قريب جدا. ده اللي أنا بقوله، وفي الاخر هيبقى واحد بس من الكوميونتي او من الجاليه المصريه والعربيه اللي موجود في المنطقه دي. وعلى فكره في حد تاني من الجاليه العربيه برضو موجود معانا في الانتخابات، وكلهم ناس محترمين. يعني ده شيء جميل. عمرو او بقيه الناس كلهم محترمين جدا. خلاص احنا فهمنا ان في ظروف معينه منعتك انك تنزل في ميسيساجا سنتر الدايره بتاعتك. ما كانش ينفع انك تختار دايره تانية بعيده، ما كانش ينفع ان الحزب بطريقه او باخرى يبعدك عن المرشح اللي من نفس الاصول المصريه. اشمعنى ايرين ميلز؟ هل ضاقت الدنيا؟ هي الفكره ليه ايرين ميلز؟ ده السؤال، ليه ايرين ميلز في مصر؟ في الحقيقه احنا ككوميونتي احنا مركزين في 3 دوائر في مصر، التركيز الاكبر كثافه اكبر عددا مننا
وعشان كده بتبقى مور وينابل رايدنجز للمرشحين المصريين، اللي هي مساجا ستريتسفيل ومساجا ايرن ميلز ومساجا سنتر اللي انا كنت كانديديت فيها في 2019. فيعني انا دلوقتي كنت في مساجا سنتر وكنت كانديديت فيها في 2019 واشتغلت فيها، لكن زي ما حكيت انا كان لازم اسيبها لحد تاني وانقل على دايره تانيه اللي هي ايرن ميلز، وكانت دي لان البديل يا ايرن ميلز يا ستريتسفيل ايهما يعني. فكان هنا الافضل بالنسبه لي الدايره اللي انا عايش فيها اللي انا بقالي 12 سنه فيها. ولما اقترحت على الحزب قالوا لي اوكي جو اهيد. تمام. وانا اعرف برضو ان الحزب في هذه اللحظه او في هذه الانتخابات هو يعني ليه حسابات دقيقه جدا، لان بالنسبه له لازم يكسب هذه الانتخابات بصوره، وخصوصا ان اسهم بيير بوليفير وحزب المحافظين اعلى بكتير من حزب الليبرالز. سؤالي اللي بعد كده، مش خايف لا تخسر بعد تفتيت الاصوات؟ هل انت حسبت حزبتك كويس عشان تنزل في دايرة ممكن تتفتت الأصوات، ولا أنت واثق أن الفلترة بين الحداشر مش هيحصل فيها تصادم ما بين المرشحين اللي من أصول مصرية؟ بص عايز اقول لك حاجه، يعني انا بخبرتي سنين طويله في العمل السياسي، لا يعني انا مش هنزل انتخابات لا على عشان ااثر على مرشح تاني بطريقه سلبيه او عشان اخسر او عشان اضيع وقت. الكلام ده كله انت اكيد اوير وشايف وعارف قد ايه الموضوع مرهق ومتعب جدا يعني، واتس يعني تايم كونسيومينج وحاجات كتير يعني. ف بالتأكيد لو ما عنديش إحساس بفرصة كبيرة جدا في إن أنا هكسب أنا مش هضيع وقت. دي حاجة. الحاجة التانية والأهم، يعني أنا واثق في الآخر إن الأمور هتصير بشكل أفضل سواء باختيارات من الحزب أو باختيارات من الكوميونتي إنه يبقى فيه مرشح واحد. يعني ممكن ما أكونش أنا، يعني أنا مش بأجزم إن أنا اللي هكون موجود، وإلا هبقى يعني أنا متحيز لنفس الطريقة مش صحيح. فخلينا هنشوف الايام الجايه دي ايه. كل اللي بطلبه من الناس تاني، لو سمحتوا اعملوا العضويات، هيبقى في مرشح من الكوميونتي بتاعنا موجود، ابقوا جاهزين عشان يكسب ايا كان اسم المرشح. وده طبعا ما يقللش من احترامي للمرشحين من الجاليات التانيه زي ما قلت. المفروض ما يحصلش تصادم، ازاي مش عارفين، بس مش هيحصل تفتيت للاصوات او حاجه زي كده، ده اللي فاهمه من كلامك. هل ده انت نازل على هذا الاساس ولا ايه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي احنا يعني في ناس كتير مش قاعده بالها، يعني اعتمادك طبعا انت بتنتمي لجاليه والكوميونتي معين شيء محترم جدا، ودول الكور بتاع المكسب بتاعك، لكن في نفس الوقت لازم ناخد بالنا ان المرشح ده بيمثل ناس من كل الجاليات. احنا بنمثل ناس من الديفرنت كالتشرز، فانت لازم يكون عندك ناس من الجاليات الثانيه بتأيدك كمان. تمام. ده لازم يبقى موجود، والا هتيجي تصطدم يعني كسبت النومينيشن وتيجي في الانتخابات تلاقي الناس ما تعرفكش او مش عايزاك او هنا هيبقى الصدام من نوع ثاني. فمن الافضل ان الواحد فعلا يتارجت انه يكسب اصوات من كل الجاليات. طبعا الجاليه اللي المرشح بينتمي منها هي الاهم وهي الاكبر وهي الكور، لكن ده لا يمنع انه لازم يحاول مع جاليات ثانيه كتيره، وده مهم جدا. بمناسبه ان احنا بنتكلم على الحزب، انت ليه نازل وبتمثل حزب المحافظين؟ ايه اللي عجبك فيه؟ يعني هو السؤال شويه يعني مهم، طبعا سؤال مهم جدا. يعني انت كانك بتقول لي انت ايه وليه انت كده، يعني ليه انت عصير؟ انت ليه ميلاد؟ هو السؤال كده يعني. هي قول وطلع طلع اللي جوانا كلنا. اللي بينتمي لحزب بيبقى هو اللي بيعبر عن مبادئك وافكارك وتوجهك في الحياه بشكل عام يعني.
فدي ده توجهي بشكل عام في الحياة يعني. يعني الاهتمام بالأسرة والاهتمام بالحياة بشكل عام ده أهم يعني أهم مبادئ حزب المحافظين. طبعا غير مبادئ كتيرة جدا هتلاقيها متأصلة جوانا. فليه حزب المحافظين؟ لا عشان احنا من يعني دي أخلاقنا، دي طبيعتنا، دي البرنسبلز بتاعتنا. ده حقيقي. وكمان عايز أقول لك حاجة، وخصوصا أنا هتكلم بلسان إخواتنا المسلمين، ما بيحبوش حزب المحافظين عشان عنصري، بيختار البيض وبيختار المسيحيين او واتيفر وما بيمثلوش. ايه رايك في هذا الاتهام؟ هذا حقيقي؟ لا 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 لا، ده كلام مش حقيقي تماما، ده كلام مش حقيقي تماما. يعني دي دعايه مش صحيحه ومش سليمه. طب يعني انا لما مشيت من بساجا سنتر، الكانديديت هناك الزميل محمد اسحاق راجل مسلم يعني مش يعني يعني لا انا ولا هو وايت، يعني لو انت بتتكلم باللون او بالديانه لا طبعا هنا الموضوع بره الكلام ده خالص، وما فيش حزب في كندا ايا كان بيمشي بالطريقه دي. يعني هنا حتى دي عنصريه مرفوضه ومش موجوده يعني. وده حقيقي طبعا. هو انا عايز بس انبه الجاليات المصريه والعربيه ان بعض القاده اللي لهم مصالح مع حزب الليبرالز او حزب او جاستن ترودو بيعملوا الفزاعه دي علشان الناس تنتخب ترودو. ادينا انتخبنا ترودو، ادي عقلنا ممكن يحصل لهم ايه في الشوارع، بيحصل لهم ايه في المدارس، العيشه اللي مش مطاقه، وفي الاخر هل ادى اي نوع من الايكواليتي اطلاقا؟ بل بالعكس في مواقف عده كثيره. وانا هنا لا اشجع حزب او ان انا ضد حزب، لكن انا ضد افعال ما يؤثر علينا. عشان كده انا بضم صوتي لصوت ميلاد في هذا الامر. ولو لا قدر الله بيير بوليفير غير من طريقته او ابتدى يعمل اي حاجه، هتلاقوني اول واحد بهاجمه. وده حصل قبل كده مع إيرين أوتور رئيس حزب المحافظين. ميلاد، طبعا انت وضحت الامور، ويبقى الايام القادمة انها تثبت كلامك او تنفي كلامك. ولكن المعروف من معرفتي بالمستشار ميلاد ميخائيل، شخصية محترمة جدا جدا، ومش هيحط نفسه في هذا السؤال الا ما يكون عنده السبب او الاجابة الفاصلة والامينة في هذا الموضوع، والايام القادمة سوف تثبت او تنفي هذا الكلام. كلمة اخيرة قبل ما ننهي هذا اللقاء. يعني انا زي ما قلت لك تاني، انا باكد على الناس المحترمين المشاهدين من كل الجاليات العربية، يا ريت يا جماعة نعمل عضوية في حزب المحافظين عشان نقدر نختار أفضل المرشحين اللي هيمثلونا في البرلمان الفترة الجاية مع بيير بوليف، القائد الناجح جدا اللي إن شاء الله هيكون رئيس وزراء لكندا الفترة الجاية، ومحتاجين ندعمه كل ما يمكن. شكرا رامي، وأشكر وقتك وأشكر سماحة الناس لاستماعي للفترة دي. شكرا لكم جدا، وشكرا جدا لكم.
شكرا بلاد ميخائيل مستشار الهجرة المعتمد والمرشح عن دائرة إيرين ميلز في حزب المحافظين مع 11 أو مع 10 أو آخرين، ونتمنى حظ موفق للجميع، وإن شاء الله ربنا يدي طريق أحسن لكندا. شكرا ليك ولتواجدك ووقتك وإجابتك وسعة صدرك. أشكرك. شكرا لأعزائي المشاهدين، وزي ما حضراتكم شفتوا ان موضوع كتير حصل في ديبيتس، والاجابات دي بتاعت الاستاذ ميلاد ميخائيل بيشرح وبيقول موقفه ايه. حضراتكم تقبلوها او ما تقبلوهاش، ده متروك لحضراتكم، ولكن الغير متروك واللي ما ينفعش ان احنا نتوانى فيه هو ان احنا نتوانى في وقت الانتخابات. كندا والأسر العربية بالأخص بتعاني من انحدارات كتيرة جوه كندا، سواء اقتصادية أو أخلاقية أو أمنية. وهنا هركز على الناحية الأخلاقية اللي انحدرت تماما في عهد جاستن ترودو بقوانين كتيرة، أولها سيفور اللي بيمنع البارنتال تشويس أو كنترول على الأطفال بتاعتهم في مسائل التحويل الجنسي، وأصبحت فزازة حرية التعبير والحرية تغيير الجنس أمر لفقدان سيطرة الأهالي على أولادهم. في 100 قانون متواجد بيدي الحرية للأولاد، ولكن هل لما تمنع الأباء والأمهات عن أنهم يربوا أولادهم هيخلق إيه؟ هنخلق إيه من البشر؟ وخصوصا لهندي السيطرة دي لمين؟ لحكومة ترودو؟ مش عايز اتكلم، انتوا عارفين الكلمه اللي على لساني. anyway ليه كلمه تاني ونقطه تاني ودايما بتكلم. الجاليات بتتحسب قوتها ليست بالمال وليست بالمناصب وليست بالنفوذ، ولكن بحكمه قادتها. وانا هقول هنا ان كريتيريا اختيار المرشحين واختيار هذا الموضوع اللي ممكن يغير وجه كندا لازم يكون تحت قيادة حكيمة لا تطلب ما لنفسها، قيادة شبعانة مش عندها نقص بتملاء لما توصل في القيادة. والحقيقة هنا أنا بتكلم على القيادة الاجتماعية أو المجتمعية، ولا أتكلم على أي قيادة دينية، لأن القيادة الدينية في أصلها أنهم يقودون روحيا في الإيمانيات. وأنا بقول للشعب المصري والعربي لو عندي حاجة هفيدها هقول لو سمحتوا اسمعوا لعقلكم، لأن يوجد كثير من القادة اللي كان ليهم مثلا علاقات مع حزب الليبرالز جاستن ترودو بيستخدموا الدين للضغط على أو لخداع الجاليات العربية، وفي الآخر أديكوا شفتوا كلنا بنعاني ونصرخ، نصرخ من وجود دولة قمعية، من وجود أمور كثيرة الحقيقة كلنا مش راضيين عليها. في الأول وفي الآخر أشكر لحضراتكم، وأتمنى أنك تكون هذه الحلقة بتساهم في توضيح الأمور. وأنا ما اتكلمتش ولا عملت، كنت هكتب مقالة حتى عشان أوضح، لكن حبيت أن أجيب الأستاذ ميلاد ميخائيل يتكلم ويقول وجهة نظره، وحق الرد مكفول طبعا للسيد أندرو فهمي لو يحب يقول حاجة طبعا، وده شيء إحنا هنا منبر للجميع ويشرفنا أن إحنا نكون صوت الحق ومن مصادره. شكرا وسلام. سلام سلام.